الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، إني أحبكم في الله والذي نفسي بيده، أنا أعشق هذه المجالس ما يعلم بعشقي لها إلا الله جل في علاه، وقد رأيت من الإخوة ما لم أره يعني من غيرهم بحال من الأحوال في هذا المكان على الأقل، فوجدت حرصا تدهش له العقول، لا سيما وأن الإخوة تدرس كل يوم درسين على الأقل، وليست دراسة وعظية ولا ثقافة إسلامية ولا كلمات طيبة تقال للإخوة، لا، ده مجالس علمية قوية، تأصيلات مع تفريعات، ومع ذلك الإخوة يصبرون كل يوم، يصبرون على ذلك. هذه دلالة على الحرص الشديد وعلى الهمم العالية، مع أنها عزت في هذا الزمان، فأشكر لكم هذه الهمة العالية وأشكر لكم هذا الصبر، وأسأل الله جل في علاه أن يشكر لكم ذلك وأن يلهمنا وإياكم الإخلاص. اليوم إن شاء الله سنختم معا الكلام في المواريث على العصبة بالغير والعصبة مع الغير، وقد انتهينا الأسبوع الماضي من العصبة بالنفس، وأنا في صدد أو بصدد تأجيل السفر، وإن أجلت السفر أيضا أجد في نفسي إرهاق شديد، فالدروس أيضا ستتوقف، وسامحوني على ذلك حتى تكون الندوة بيني وبين الشيخ أحمد في الكلام على فضل العلم ومنهجية الطلب وكيف يسير المرء على طريق الطلب كما وعدنا في ذلك، فسأحتاج إلى راحة حتى تكون الندوة. نعم، ندوتين، ندوة عن الفتاوى دي هتكون منفردة إن شاء الله، والندوة عن الطلب هتكون مع الشيخ إن شاء الله، يعني فأنا في الحالتين إن شاء الله سأختم اليوم الكلام على المواريث، وتسامحوني إن قصرت، وأنا أفتخر كل الفخر أن جلست بين يدي إخوة أفاضل أخيار لهم صبر عزيز ولهم همة كالجبال، أسأل الله أن ربنا يسددكم في طريق طلب العلم. نعم، بإذن الله. طيب، الأول بس نختم الأول الكلام على العصب النفسي، إحنا هيبقى لنا الجزء الثاني من المواريث، الكلام على الحجب والحرمان والرد والتصحيح والعول، وبعد ذلك مسائل الخنثى المشكل، وأيضا التخارج وكيفية التوريث، يعني المسائل نفسها تكون جزء ثاني يبدأ في فصل ثاني إن شاء الله، وأيضا القواعد الفقهية، يعني انتهينا من جل القواعد التي تختص بالعبادات، فيكون الجزء الثاني كل القواعد التي تختص بإيش؟ بالمعاملات بإذن الله. والحديث يهيأ إليه، انتهينا في الحديث من أشياء كثيرة، منها المصطلح، ما بقي لنا إلا الإدراج والقلب، ودي أشياء سهلة على الإخوة، ونقد متون السنة أيضا فتح لنا أبواب كثيرة في الحديث، والدروس تطبيقات على المصطلح في أسانيد مسلم، الإخوة ممكن تاخدها من النت، فيها حوالي 25 شريط كلها الكلام على التطبيقات العملية للمصطلح على صحيح مسلم. وبالنسبة للفقه ده إن شاء الله يكون له أبواب أخرى بإذن الله، وإذا قدر الله في مجالس أخرى ستكون هذه المجالس بإذن الله، الله أعلم في أين كما سنستخير، لكن المجالس الأخرى إن شاء الله هتكون فيها أيضا تفسير آيات الأحكام، يعني سندخل مع الحديث تفسير آيات الأحكام، والله الموفق. اليوم إن شاء الله سنتكلم على جزئين، العصبة بالغير، الثاني العصبة مع الغير. سامحوني ممكن أسترجع معكم ما معنى العصبة، المفروض الإخوة تزداد همة عند النهاية، صح ولا لا؟ ما معنى العصبة عندك ماجد ولا ما في؟ ما رأيكم في هذا الكلام؟ يقول كل ذكر يعني قريب للميت ليس بينه وبينه أنثى، ها أصاب ولا أخطأ؟ أصاب وأخطأ؟ أخطأ في إيش؟ ها، وليس لهم
دي زيادة يعني، هو أصاب لكن أنت بتزيد عليه. ما رأيكم في هذا التعريف؟ ها؟ نعم هذا صحيح. تكلمنا على العصبة بالنفس، اليوم سنتكلم على العصبة بالغير والعصبة مع الغير. العصبة بالغير كل أنثى لها فرض، يبقى أهم شيء أنثى لها فرض، فيخرج بذلك الأنثى التي ليس لها فرض كإيش؟ كالعمة أقرب شيء، كالخالة، نعم بنت الأخت، بنت البنت. كل أنثى لها فرض معها ذكر في درجتها، ده الأصل. طبعا قولي في درجتها يبقى لا ينزل عن إيش؟ عن هذه الدرجة. يبقى إذا مات عن بنت وأخ فنقول هذه عصبة، وعصبة إيش؟ بالغير. البنت لها النصف والباقي للأخ تعصيبا، صح؟ خطأ، ده احنا في العصبة الآن. يبقى البنت والولد إخوانهما في درجة واحدة، أخوها هيعصبها بالغير، فتبقى التوريث سيكون للذكر مثل حظ الأنثيين، مفهوم؟ يبقى لابد يكون في درجتها إلا في حالة واحدة. احنا ممكن نطلع سهم كده ونقول إلا في حالة بنت الابن، يمكن لابن الابن النازل أن تسعد به. بالمثال يتضح المقام، ممكن بنت الابن، وهنا ابن الابن، ده في درجتها، ها في درجتها ولا أنزل؟ يعني خرج عن القاعدة، صحيح ولا لا؟ فنقول هذه حالة خاصة، الذي خرج من القاعدة. إن وردت بنت، في حال وجود البنت، في حال وجود البنت، إن وجدت بنت فالبنت هيكون لها، ها لا مش بنت واحدة، أكثر من واحدة. يعني لو كانت أكثر من بنت، أختين، مات عن بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن نازل، تخيلوا المسألة، مات عن بنتين وبنت ابن وابن ابن 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 نازل، فالبنتين لهم النصف. خطأ، ده لهم الثلثان. لا الإخوة صحية الحمد لله، البنتين لهما الثلثان. طب ولو ثلاثة؟ نعم، فأكثر يبقى الثلثان، وبنت الابن لها السدس، تكملت الثلثين. خطأ، ما أخذوا الثلثين خلاص، والبنت لها النصف، ما ينفعش، ملهاش شيء، صح ولا لا؟ لأن حق البنات الثلثين انتهى، فإذا هي تبكي وتقول أنا الآن ليس لي نصيب، فتنظر هل لها أخ من درجتها، ما تجد، لا تنظر إلى من تحتها فتجد ابن 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 نازل، فتقول والله لأسعدن به، فيصعد لدرجتي فيعصبني فيأخذ الباقي تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه الوحيدة فقط اللي ممكن النازل أن تسعد به البنت التي ليست في درجته، علو عنه، مفهوم؟ يبقى إذا نقول القاعدة العصبة بالغير، كل أنثى لها فرد معها ذكر في درجتها إلا في حالة واحدة، حالة بنت الابن معها ابن أنزل، ابن ابن أنزل، ويكون في بنتين أخذ الثلثين، مفهوم؟ جيد. هذه لها حالات أربعة. الأولى البنات، لأن هي الأصل، البنات إن كان معهن ذكر في نفس الدرجة، مات عن أم وأب وثلاث بنات، ثلاث بنات وابن، يعني أخ للبنات، يبقى مات عن أم وأب وعن ثلاث بنات وابن، ورثوا بنت مع في درجتها ولد، فإن كان البنت معها ولد في درجتها فالتعصيب هنا تعصيب بالنفس، صح، تعصيب بالغير. طب ورثوا مات عن أم وأب وثلاث بنات وابن، ورثوا، ها الأم الثلث، صح، السدس، أنا اللي مخطئ، صح السدس، ها الأب السدس، ثم ثلاث بنات الثلثان، والباقي للابن إيش؟ تعصيبه. خطأ، الثلاث بنات مع الولد في درجة واحدة يرثون تعصيبا بإيش؟ بالغير. التعصيب بالغير يبقى للذكر مثل حظ الأنثيين. يبقى الحالة الأولى البنات معهن ذكر في نفس الدرجة، سواء كان شقيق أو غير شقيق، مفهوم؟ تخيلينها ولا لا؟ تزوج هند وأنجبت له ثلاث بنات، فماتت فتزوج زينب فأنجبت له محمد، يبقى محمد ده أخ لهم إيش؟ من أب، مش من أب وأم، غير شقيق، أيضا يعصبون، مفهوم؟ طيب لا سيب الأخ، أي أخ لأم، الأخ لأم ده له إرث آخر لأنه مش عصبة، الأخ لأم مش عصبة. أي نعم، اثنين الأخوات، أو نقول لا بنات الإبن، بنات الإبن إن كان معهن ذكر في نفس الدرجة أيضا.
طبعا إلا في حالة خاصة. نفس الأمر مات عن بنتين ابن، بنتي ابن وابن وجدة وأب، والرزق مات عن بنتي ابن وابن ابن وجدة وأب. فين فين الفرضيين؟ أين الفرضيون؟ مات عن بنتي ابن وابن ابن، مفهوم؟ وعن جدة وأب. أين الفرضيون؟ ما لكم باشمهندس؟ الأب، الأب له السدس، والجدة لها السدس، لا فضة فوق، أحسنت. بنتي الابن وابن الابن تعصيب بالغير للذكر مثل حظ الأنثيين، يبقى ياخذ الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، مفهوم؟ يبقى التعصيب بالغير للبنات إن كان معهن ذكر في نفس الدرجة، وبنات الابن نفس الأمر إن كان معهن ذكر في نفس الدرجة إلا بنت الابن مع البنتين، مفهوم؟ الثالث الأخوات، أيضا الأخوات يرثن بالتعصيب بالغير، أخوات سواء شقيقات أو غير الشقيقات، الأخوات الشقيقات معهن أخ في نفس الدرجة، التعصيب بالغير أيضا الأخوات، لأن احنا طالما قلنا تعصيب بالغير كل أنثى يبقى لابد هتجد الأنثى وتكون لها، تكون لها فرض، ده شرط، تكون لها فرض، فالأخوات لهن فرض ولا ما لهن فرض؟ فرض الأخوات إيش يا إخوة؟ أخ يقول لي فرض الأخوات بالإيد، فرض الأخوات صاحب اللغة، فرض الأخوات النصف، لا خطأ، ها صاحب بوركينا فاسو تفضل، الثلثاني أخطأت، ليش تضحك؟ لا أنت أصبت وهو أصاب، لكن أخطأتم في التفصيل، صحيح ولا لا؟ لا بد لأخوات فيها تفصيل، نعم، الأخت الواحدة لها النصف، وإن كنا أكثر من اثنتين أو أكثر فلهن إيش؟ الثلثان، مفهوم؟ بشرط طبعا، اترك شرط الغرض المقصود ان هذا هو توريث الاخوات، يبقى الاخوات لهن الفرض، فاخوات شقيقات متى يرثن بالتعصيب بالغير؟ يرثن بالتعصيب بالغير ان كان معهن ذكر في نفس الدرجه، ان كان معهن ذكر في نفس الدرجه، مات عن زوجه واختين شقيقتين واخ شقيق، مات عن زوجه واختين شقيقتين واخ شقيق. الفرضيون اليوم على قتل كبير، بوركينا أجب أنت، مات عن زوجة وأختين شقيقتين وأخ شقيق، الزوجة ما لها؟ اصبر هو سيجيب، ده بيكلمني بالمصري، قول تاني إيش؟ لا حاجة يعولك اللغة صدقني. طيب أقول مات عن زوجة وأختين شقيقتين وأخ شقيق، الزوجة لها الربع، متأكد؟ أحسنت، ولا فضة فوق، لما؟ لعدم وجود الفرع الوارث، يبقى الزوجة لها الربع، نعم، الأختين شقيقتين وأخ شقيق، يعني التعصيب بإيش؟ أنت فرضي بالثلث، فرضي، جزاك الله خيرا، نعم. يبقى إذن إن كانت الأخوات، إن كنا معهن أخ شقيق، هذا الأخ الشقيق يرث معها بالتعصيب بالغير. أربعة، الحالة الرابعة وهي الأخيرة، الأخوات لأبن معهن أخ لأب، سواء من نفس ينفع من نفس الأب أو مش من نفس الأب في نفس الدرجة، بس بشرط عدم وجود الأخوات الشقيقات، يعني الأخوات الأب إلا مع عدم وجود الأخوات الشقيقات، توافقوني؟ توافقوني؟ لا توافقوني؟ اليمين يوافق والوسط يخالف، أريد اليسار، توافقون أم لا؟ عشان ده في اختبار لكم صراحة، ها لا سكتوا، موافقة أم مخالفة؟ ده سكوت بين بين، الله أكبر، ثلاث أقوال الآن، موافقة مخالفة بين بين، موافقة، أنا أريد التفصيل في المسألة، أنا أقول الأخوات لأب لا يرثن مع وجود الأخوات الشقيقات، طبعا هذه المسألة أنا أريد فيها التفصيل والتبيين والتدليل، فهم السؤال أيها الفرضيون؟ حسيني الآن أنت توافق أن الأخت الأب لا ترث مع وجود الأخت الشقيقة؟ يعني أنت عندك التفصيل، هات بقى التفصيل، قل لي ترث ولا ترث، تعال 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 تفضل، لا بد، لا تعال، لأن هذه المسألة أنا أريدك تنهيها عن بكرة أبيها، لأنك ستقع في أمر سأساعدك فيه، تعال، هذه المسألة فيها تفصيل، أكيد الذي ذاكر المواريث اللي درسناها سيأتي، أنا أبصم أنه ذاكر لو أتى بها. بسم الله الرحمن الرحيم، أخت شقيقة واحدة
هترس النصف ولما اخوات الاب ياخدوا سدس كماله الثلثين. استنى يبقى دي اول حاله، يبقى تقول هذه الحاله الاولى. قول اول حاله الاولى. الحاله الاولى دي نعم، الحاله الاولى ان هي تكون اخت شقيقه فقط موجوده. الحاله الاولى وجود اخت شقيقه واحده هترس النصف. صح. والاخوات الاب يرثنا. لو في اخوات الاب لا يحجبنا الان. لا يحجبنا. ياخذنا ايش؟ السدس كماله الثلثين. السدس تكمله دي مثل اي مساله؟ مسألة البنت البنت وبنت الابن لفوت ضفوت. هذه الحالة الثانية. الحالة الثانية وجود. ولا تريد تحيل؟ لا ماشي أكمل. وجود أكثر من أخت شقيقة. أيوة. فهم بيرثنا الثلثين لأن أقصى نصيب للإناث ثلثين. طيب. والأخوات الأب يحجبنا. أخوات الأب يحجبنا؟ نعم. ليه ما أحجبنا؟ هذه أخوات وهذه أخوات. ليه ما حسيني؟ ليه ما كسرت قلب الأخوات الأب؟ ليه ما؟ ما دي بقى هي دي بقى اللي انا عايزها. هي دي اللي انا عايزها اصلا. هي دي اللي انا عايزها. ليه ما كسرت قلب الاخوات لاب؟ هنطبق بقى قاعده جهه فقوه. ايوه طبق هذه القاعده احسنت. ها قاعده جهه فقوه. طب هم يرثنا من جهه ايش؟ الاخوات. هذه اخوات وهذه اخوات. الجهه واحده. القربه. القربه واحده بينهما اب واحد. لا القربه واحده صدقني بينهم واحد. الاخوات الشقيقات قرابة بينها وبين الميت ايش؟ مين اللي بيربط بينها وبين الميت؟ الاب. والاخوات الاب مين اللي بيربط بينها وبين الميت؟ يبقى واحد. القربة واحدة كمان. القوة ايش القوة بقى هنا؟ يعني هما يرتبطنا بالشقيقة اقوى من ايش؟ من الاخت الاب. قويت بايش؟ بالام. بالام احسنت. فجزاك الله خير. نعم. يبقى اذا ده الشرط صحيح. لا لا فوق ده فوق مذاكر. نسأل الله ان ربنا يجعل الاخوة كلها مثل هذا الاخ يعني في المذاكره. نسال الله ان ربنا يبلغنا جميعا الاتقان. اذا الاخوات الاب يرثنا ان لم يكن اخوات شقيقات. والاخوات الاب لو في اخ الاب بنفس الدرجه فانه ترث معه بالتعصيب بالغير. اخر شيء في التدريس وفي الدراسه بعدين التطبيق، العصبه مع الغير. العصبه مع الغير ايضا كل انثى لها فرض تحتاج لغيرها أن تشاركها بالتعصيب. فالعصبة بالغير أنت ممكن تعمل حاجة تانية. تقول العصبة بالغير فيها ذكر، العصبة مع الغير ما فيها ذكور، كلها إناث في إناث. نعم. كل أنثى لها فرد تحتاج لغيرها أن تشاركها بالتعصيب. دي لها حالتان بس. الحالة الأولى الأخوات الشقيقات مع البنات أو مع بنات الابن. فالأخت الشقيقة في هذه الحالة لو وجدت بنت وأخت شقيقة، الأخت الشقيقة هتقول سأتمثل بالذكور. أبحنا لها هذه المسألة فقط خروجا عن إيش؟ طبعا هذه ما تدخل على حديث لعن الله من شبهات بالرجال والنساء. هنقول في الإرث فقط. ستقول أستأسد استئساد الرجال، فأنا أكون كالأخ الشقيق يأخذ الباقي تعصيبا مع هذه البنت. يعني لو مات عن بنت وأخت شقيقة فالبنت سترث الربع، البنت النصف، البنت سترث النصف. تبقى الأخت الشقيقة وتقول أنا كرجل كأخ شقيق فسأخذ الباقي تعصيبا، ويسمى هذا التعصيب تعصيب مع الغير. تعصيب مع الغير. وطبعا فيها لفتة، لو مات عن بنت وأخت شقيقة وأخت الأب وأخ الأب، مات عن بنت وأخت شقيقة وأخ الأب وأخت الأب، فالإرث يكون كالتالي: البنت لها طيب، والأخت الشقيقة لها النصف تعصيبا، والباقي لأخت الأب والأخ الأب. ده أخ الأب وأخت الأب. في أخ هنا معصب. يعني طب والشقيقة وين تذهب؟ يعني الأنثى الواحدة البنت هتاخد النصف، والأخت الشقيقة السدس تكملة الثلثين، والأخ الأب للذكر مستحضر الأنثيين. التلاتة يعني لخبطتهم مع بعض. يا إخوة لو ضبطتم ما قلت أنا تورثون على الصحيح. قلت الأخت الشقيقة ماذا سيحدث لها؟ ستنقلب إلى ذكر. طب وجد الذكر وفي أخت الأب ذكر شقيق وأخت الأب أخ الأب، ماذا يحدث؟ يحجبون بها. فالصحيح أن تقول النصف للبنت والأخت الشقيقة تأخذ الباقي تعصيبة وتحجب الأخ الأب والأخت الأب، لأن هي في هذه حالة بتنزل منزلة الذكر فتحجب الأخت الأب والأخ الأب. وإذا الأخوات الشقيقات مع البنات أو بنات الإب. اثنين الاخوات الاب بشرط. ايه هو؟ ها الاخوات الاب بشرط عدم وجود الاخوات الشقيقات. الاخوات الاب مع البنات او بنات الابن.
مع البنات أو بنات الابن، مات عن بنتين الابن وزوجة وأخت الأب، مات عن بنتي الابن وزوجة وأخت الأب، الزوجة لها، الزوجة لها سكتين، الزوجة لها، لا كده مش هينفع، ده الإخوة ماتوا النهارده، الزوجة لها الثمن ولا الربع؟ الثمن. لما وجود الفرع الوارث يبقى الزوجة لها الثمن، جيد. وبنتي الابن، بنتي الابن، بنتي الابن، أنت أيها الحريص، أنت يا صاحب الشعر والعظم، أيوة بنتي الابن. الدليل ده دليل الأخوات، أنا عايز للبنات، دليل الأخوات في آية خاصة بالبنات، للذكر مثل حظ الأنثيين، هات قبلها بقى يوصيكم الله، فإن كنا نساء فوق اثنتين طيب جيد. والأخت الأب أحسنت، يبقى الزوجة لها الثمن وبنتي الاب يأخذنا ثلثين، والأخت الأب تأخذ الباقي تعصيبا لأنها هتنزل منزلة الذكر فتعصب، ويسمى هذا التعصيب تعصيبا، تعصيبا مع الغير. فهمتم؟ في صعوبة في هذه؟ نأتي إلى التطبيق. نعم أستاذي، أستاذ سعيد لو سمحت، أرجو الإخوة يعني بالذات في المواريث تمشي الإيد على حل المسائل، يعني كل المسائل اللي احنا أخذناها على السبورة الإخوة تسترجعها وتبدأ تحل المسائل، تسيب الإجابة على المكان وتاخد المسألة تحلها وتشوف وافقت أم خالفت، وياريت تاخد الرحبية، الرحبية في آخرها في مسائل، فتاخد المسائل من غير ما تنظر للحل هي تحلها، مفهوم؟ المسألة الأولى، هلك عن أو مات عن بنت وبنت ابن وأخت شقيقة وأخ لأب وأخ لأب. المسألة الثانية، مات عن بنتين وأخت لأب وعم، بنتين وأخت لأب وعم. المسألة الثالثة، مات عن أم وأب وبنتين وابن. المسألة الرابعة، مات عن أب وجدة وبنت ابن وابن ابن ابن نازل. بس جزاك الله خير. مات عن أم وبنت وأخ وابن ابن. آخر مسألة، مات عن بنتين وبنت ابن 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 اللي هو الثالث وبنت ابن 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 وزوجة وأم. الإخوة بقى وهي بتحل لازم تسترجع العصبة بالنفس وتسترجع كل شيء، يعني الحل يكون كاملا. المسألة الأولى، مات عن بنت وبنت ابن وأخت شقيقة وأخ الأب، ورثوا ها البنت. أنا بقى أريد أسمع الصوت عشان تريحوني في آخر درس الله يكرمكم. البنت لها، يبقى البنت لها النصف، دي بنت، أحسنت ماشي. بنت الابن السدس تكملة، أحسنتم ماشي. أخت شقيقة وأخ الأب للذكر مثل حظ الأنثيين، صح. أخ وأخته، الأخت الشقيقة تقول أنا ذكر الآن، هي ليست بذكر، لا تقول سأرث إرث الذكر، فتقول سأحجب الأخ الأب، والباقي للأخت الشقيقة تعصيبا بالغير ولا مع الغير؟ تعصيبا مع الغير، أحسنتم. طيب، مات عن بنتين وأخت لأب وعم، العم دي الفحولة هنا، تفضلوا. ها البنتان لهما الثلثان، نعم، والباقي لأخت الأب والعم. كيف يا إخوة؟ الله يهديكم. هنا الآن دي أخت وده عم، بس صلب كله مع العمومة. ها بنوة أكملوا، بنوة، بنوة أخوة جدودة، لا أنا عايز أسمع، بنوة أبوة أخوة. طيب ماشي، فين الفرق بينهما؟ التعليل هنا لما الأخت هتاخد الباقي تعصيبا دون العم، إيش التعليل هنا؟ القربة ولا القوة؟ ده القوة يا أبا معاذ. ها القوة ولا القربة؟ الجهة يا أبا معاذ أصالة، مش جهة الأخوة تقدم على جهة العمومة، يبقى الجهة أصالة. ليش تبحث عن القوة أو القربة؟ أولا تأخذ السلم من أوله فتنظر الجهة تقدمت، يبقى انتهى الموضوع، فهذا سيرث من جهة الأخوة، وجهة الأخوة تقدم على جهة العمومة. نعم، مات عن أم وأبن وبنتين وابن، مات عن أم وأبن وبنتين وابن، ربنا يبارك فيك، مات عن أم وأب وبنتين وابن. يلا ها، الأم لها السدس، لما؟ لوجود الفرع الوارث، أحسنت. والأب له السدس لوجود الفرع الوارث، نفس العلة. والبنتين، بنتين وابن، ها ها بنتين وابن،
يبقى الباقي تعصيبا ويسمى تعصيب ايش؟ تعصيبا بايه؟ بالغير ولا للغير؟ بالغير. نعم احسنت، الحمد لله. طيب مات عن اب وجدة وبنت ابن وابن ابن ابن نازل. السلام على الاخوة. مات عن اب وجدة وبنت ابن وابن ابن ابن نازل. الاخوة ضربوا اخماس في اسداس. ها ها، من عنده الاجابة؟ ها، الاب ياخد السدس، ماشي. ليه ما السدس؟ لوجود الفرع الوارث، ماشي. والجدة تاخد السدس، ماشي. طبعا ليه الجدة تاخد السدس؟ لوجود الفرع الايه؟ صح؟ غلطوا بيغلط الاخوة. ليه لما بوقعكم ما توقعوش؟ لا لا، ولا مكان الام، لان ده فرق. طيب بنت الابن تاخد ايه؟ وتاخد الباقي، بس باقي تعصيبا مع ايه؟ بالغير ولا مع الغير؟ بالغير. احسنت. طب المسألة الخامسة، المسألة الخامسة، مات عن ام وبنت والكل نائم. هذا التوريث خطأ، وانا عارف ان كلكم هتقعوا في المسألة دي. خطأ، انت شاكك فيه؟ بأي شكة؟ بالدبوس ولا بالإبرة؟ بالرأس. طب هات ما عندك بقى، اضربنا برأسك الآن يا أبو معاذ. ها أيوة أحسنت، هذا هو ابن الابن النازل، يطلع تسعد به التي أعلى منه درجة عند وجود البنت الأصلية الصلبية التي تأخذ إيش؟ الميراث النصف. دي حالة واحدة، أنا قلت حالة خاصة وعملت لها سهم على الشمال لوحده، صحيح ولا لا؟ ففي ذلك لابد أنك تعطي أصحاب الفرائض لإيش؟ فأنصبأهم. قال عليه السلام: ألحقوا الفرائض فما بقي فالأولى ذكر. فهنا الفريضة للبنت، بنت الابن المنفردة كأنها بنت صلبية تأخذ النصف، والباقي الابن ابن النازل تعصيبا. مفهوم؟ يبقى بنت الابن تكون لها ايش؟ بنت الابن لها النصف، والباقي تعصيبا لابن ابن النازل. وما ينفعش انك تقول انه يطلع يعصبها والذكر مستحضر انثيين، دي في حالة واحدة فقط عند وجود البنت الصلبية، او نقول اكثر من بنت صلبية تأخذ الثلثين، ثم مع ذلك بنت الابن تقول لا اسعد حتى السدس ما اخذته، فيأتي ابن الابن النازل فيقول سأسعدك بان اصعد لك ونأخذ الباقي تعصيبا. مات عن ام وبنت واخ وابن ابن. تفضلوا. ها ها ايوه انت. الام لها السدس، لما؟ لوجود الفرع الوارث. احسنت. ها، البنت لها النصف، لما؟ احسنت، لفضة فوق. ها، والباقي لمن؟ لابن الابن. ما الاخ راح فين يا اخي؟ يحجب ابن الابن والباقي للاخ تعصيبا، يحجب الاخ وباقي لابن الابن تعصيبا، صح؟ اخوة ورثوا. ها، ده اخوه من امه وابوه، اخوه. ها، جهة البنوة تقدم على جهة الاخوة، فان وجد الابن ابن الابن، وان نزل او الابن التاسع والتسعين وفي الاخ، يبقى التاسع والتسعين هذا الذي سارت. ليش؟ لان جهة البنوة تقدم على جهة الاخوة، الباقي تعصيبا. احسنت، وهذا يسمى تعصيب مع الغير. ستة، مات عن بنتين وما زال الاخوة نايمين، تعصيبا للغير، بالغير، مع الغير، ولا واحدة صح. تعصيب بايش؟ تعصيب بالنفس. نعم. الاخيرة، مات عن بنتين وبنت ابن وبنت ابن 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 نازل وزوجة وام. تفضلوا. مات عن بنتين وزوجة وام وبنت ابن ابن نازل. خليها بنت ابن ابن بس، خليها بنت ابن بس. تفضلوا. يبقى مات عن بنتين وزوجة وام وبنت ابن، الزوجة لها الثمن، لما؟ احسنت، ماشي. الام السدس، لما؟ ها، انا اسف، انا نسيت، هنا في اخت شقيقة، وبنتين وبنت ابن وزوجة وام واخت شقيقة. ها، ورد. الزوجة لها الثمن والام لها السدس. ها، البنتين الثلثان. نعم، خلاص كده كله انتهى، كله يحجب. الاخت الشقيقة هتروح فين؟ ملاش حد. ها، احسنت، الله يهديك، الله يهديكم يا اخو. مش احنا قلنا الاخت الشقيقة طالما وجدت مع البنات او بنات الابن هترث معهن على انها ايه؟ ذكر، صح؟ تعصب، فدي تسمى عصبة مع الغير، فتاخذ الباقي تعصيبا مع الغير. ايوه نعم يا شيخ، لان هي خلاص ملهاش حاجه، بنت الابن حتى لو موجوده مع بنت هتاخد السدس تكمله الثلثين، والباقي ايضا تاخذه اخت الشقيقه تعصيبا مع الغير، فالباقي للاخت تعصيبا مع الغير. لا
نسأل الله تعالى أن يثبت هذا العلم في قلوبنا وقلوبكم، وييسر علينا تعلم العلوم وإتقانها والعمل بها لله جل في علاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله عنا خيرا.